دلوقتي خليني اروح لكابتن طارق يحيى، نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر طبعا، ايدر الكره المصريه. يعني يا كابتن طارق برحب بيك، طمني عليك، وحشنا جدا. ازيك يا كابتن، كله تمام؟ والله بنعمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا كابتن. يعني اكيد كده في البداية عايز اسألك على مباراة السوبر الافريقي، خليني اسألك كده وجهة نظرك، يعني ممكن المباراة دي والمواجهة دي تمشي ازاي؟ مواجهة قوية وصعبة جدا. طيب بصي، اولا انا ببقى متفائل جدا لما يبقى الجانب الاخر عنده ثقة زيادة كده زي اليومين دول، ده اولا يعني. لان طبعا يعني الماتشات اللي زي دي اولا ما فيهاش توقعات، ما تقدريش تقولي ده احسن هو اللي هيكسب ده او ليها حسابات اخرى يعني. طبعا ليها حسابات، ما ينفعش ده اهلي وزمالك او زمالك واهلي، ما ينفعش النهارده ان انا اجي اقول الاهلي افضل فهيكسب او الزمالك افضل فهيكسب، ما فيش الكلام ده. دي بتخضع لمعايير ومقاييس اثناء المنافسه، اثناء ال 90 دقيقه نفسه، حاله اللعيبه عامله ازاي، تركيزهم عامل ازاي، روحهم عامله ازاي، كل الكلام ده مهم جدا. فزي ما بقول لك دايما الواحد بيبقى متفائل جدا جدا لما بيبقى الجانب الاخر عنده الثقه اللي احنا شايفينها وحاسينها، حتى من كلام الكباتن النجوم السابقين في النادي الاهلي. فبالتالي ده بيستفز وبيستنفر قوه نادي الزمالك، واعتقد اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا. بالتاكيد المباراه صعبه للفريقين. صحيح صحيح يا كابتن. طيب يا كابتن اسالك كده سؤال، ازاي برضو مستر خوسيه جوميزي يعني يقدر ياهل او يكون في استعداد مناسب نفسيا لمباراه زي دي، في ظل طبعا انت عارف يعني يا كابتن طارق طبعا كل اللي عدينا بيه في الفترات الاخيره. كابتن طارق يعني حضرتك سامعني؟ اه يا كابتن اتفضل. كنت بسأل حضرتك، بقولك ازاي مستر خوسيه جوميزي يقدر يأهل اللعيبه نفسيا لمباراه مهمه زي دي؟ ما انا بقولك المباريات اللي زي دي انا عشت اجواءها وعشت طقوسها. طبعا يعني ذكريات كبيره جدا. ما انا هجيلك طبعا لذكرياتك يعني يا كابتن. طبعا ربنا يخليك. المباريات اللي زي دي المدير الفني ما بيحتاجش كتير قوي من الجهد علشان يخلي اللعيبه تركز. لا اوريدي، اولا دي بطوله تضاف للجيل ده وتضاف لنادي الزمالك. ثانيا دي بطوله خاصه بتلعب المنافس التقليدي بتاعك. وبالتالي اللعيب بيبقى مستنفخ تلقائي، يعني مش محتاج المدرب يقول له شد حيلك، او غير الماتشات اللي هي بتبقى فيها فوارق فنيه ما بين الزمالك وبين اي فريق اخر. صحيح. وبالتالي الحاله بس النفسيه اللي ممكن المدرب يتعامل مع اللعيبه ان هو يشيل من عليهم الضغوط فقط. صحيح صحيح. يعني ما يخليش في ضغوط شديده على اللعيبه، هو يشيل الضغوط دي من اللعيبه، لان اوريدي اللعيب بيبقى مركز، يعني دي مش محتاج طبعا حد يكلمه. طبعا مباراه مهمه جدا، وبالنسبه لهم اهم حاجه الفوز في المباراه اللي زي دي، فداخلين مركزين جماهير طبعا. جماهير كثيره من هنا وجماهير كثيره من هنا، فهتلاقي اللعيب مستنفر خلقه. صحيح. وهو داخل المدرب مش محتاج مدرب يكلمه. وبالتالي يعني تمنياتنا ان شاء الله نادي الزمالك، اولا اللعيبه تكون عندها ثبات انفعالي في الماتش، يكون عندهم ان شاء الله روح عاليه جدا. الاجواء اللي ما قبل المباراه يحولوها لايجابيات، بمعنى ان الاهلي احسن، الاهلي افضل، مش عارف ايه الصفقات هنا، ايه الصفقات هنا، ايه. طب ماشي، الكلام ده كله على ارض الواقع ايه؟ الملعب. طب ما احنا كسبنا الاهلي من دون الصفقات الجديده اخر ماتش في الدوري، الدوري اللي فات ده ما كانش عندي صفقات وما كانش عندي حد. صحيح. تمام. وكسبنا الاهلي وفزنا. صحيح. وادائنا كان افضل بشكل كبير. بالظبط. واحنا كنا افضل بكتير زي ما انت قلت. فهي قصه محتاجه ثقه. وهقول لك على حاجه، احنا كمان بكلم بجد، يعني بعض الجماهير الزملكاويه، وانا طبعا بكن لهم كل تقدير واحترامي يا نادي، لكن بعض الجماهير بتقلل من قيمه الزمالك. بمعنى ايه؟ ان النهارده اصل لو الاهلي، اشمعنى الاهلي؟ اشمعنى الاهلي؟ اشمعنى الاهلي؟ يا جماعه نسيبنا من النغمه دي، نركز في نادينا ونركز في لعبتنا وندي ثقه للاعبتنا. اصل احنا هنلعب الاهلي بمين؟ يا نهار ابيض،
يا عم صحيح. ده عندهم مين صحيح. لا كلنا ثقة برضو في اللعيبة بتاعتنا وفي الجهاز الفني وفي الإدارة، يعني احنا شايفين تطور كبير قوي يا كابتن طارق خلال الفترة الأخيرة، ومش متأخرين الحقيقة على الفريق بأي حاجة، يعني صفقات مستحقات كل حاجة أو كل شيء إيجابي بيدل على أننا ماشيين في الطريق الصحيح. بعيدا عن الكلام ده، احنا الزمالك صحيح، الزمالك تاريخ، تاريخ كبير، أول نادي وصل لكأس العالم الأندية في مصر. الناس نسيت، الناس بتنسى، احنا اول فرقه لما خدنا بطوله افريقيا، احنا اول فرقه راحت اليابان كاس العالم، كان في اليابان وانا كنت في الجهاز الفني. بالظبط يا كابتن. احنا نادي القرن، سيبك منك، احنا نادي القرن الحقيقي، فمش عايزين نقلل من نادينا طبعا. وبمناسبه التاريخ كده يا كابتن عايز اسالك، طبعا نحط ثقتنا في لاعبتنا، نحط ثقتنا في ادارتنا، نحط ثقتنا في جهازنا الفني، وهتلاقي النتيجه مختلفه تماما. انما طول ما احنا عمالين نقول وشما وده هتعمل له وده تغير، يعني ايه المشكله اما يبقى يعمل 100 حفله؟ صحيح، ما فيهاش مشكله. صحيح، المقارنه يعني الزياده عن اللزوم، المقارنه ما نقارنش. الزمالك زمالك، تاريخ بس. تاريخ. وبمناسبة التاريخ عايز اسألك يا كابتن طارق على ذكرياتك بقى في المباريات، مباراة القمة طبعا أمام الأهلي، يعني أكتر حاجة أكيد ما بتنساهاش. أنا أقول لك على حاجة، يعني ده سؤالك اللي قبل كده لما قلت لي اللعيبة وانطباعاتك وبتاع وأجواء المباراة، أنا كان عندي امتحان الليسانس في كفر الشيخ في نفس يوم المباراة، وكنا في رمضان صايمين. فاهماني؟ واستأذنت من الكابتن احمد رفعت رحمه الله عليه والكابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه. يا رب. وقلت لهم انا عندي امتحان ليسانس، ما ينفعش ان انا اسيبه كده وبتاع. فالحقيقه طلعوا لي عربيه ودوني كفر الشيخ، وبيت في كفر الشيخ في البيت عند الوالد والوالده رحمه الله عليهم. وتاني يوم خدت بعضي وطلعت على الامتحان ورجعت على المعسكر، كنا معسكرين في فندق في الدقي. نمت وانا صايم، خلي بالك انا صمت. ونمت وصحيت قبل الفطار كده، فطرنا وبعد الماتش الكابتن ابو رجيله سالني انت جاهز؟ قلت له يا كابتن جاهز. قال لي يا طارق؟ قلت له يا كابتن لو انا مش يعني طبعا ظروف صعبه، عملت جوه ظروف صعبه طبعا طبعا. فده التركيز اللي بقول لك عليه، كنت دايم التالق يعني يا كابتن في المباريات اللي زي دي. ما انا بقول لك لابد ان اسهل مباريات صدقيني قدام النادي الاهلي. بكلمك بجد مش هزار. ليه؟ الملعب مفتوح، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. صحيح. غير المباريات اللي بيجي لك بيها الجيم مقفول ويقفوا في نص الملعب ويقفوا في 18 ويبقى في صعوبه شديده في انك انت توصل للمرمى او تجيب جول. لكن في الماتشات اللي هي كبيره زي الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه مثلا، المصري في بورسعيد، الفرقه دي بتلاقي مساحات تقدري تعملي اللي انت عايزاه. صحيح صحيح يا كابتن. طب يعني لو اسالك، طبعا طبعا دي حقيقه، وفعلا الثقه الزايده دي بدايه الخساره، يعني احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس قوي. وعايز اسالك يا كابتن طارق بخصوص التشكيل، من وجهه نظرك كده التشكيل الامثل اللي ندخل بيه المباراه دي تبقى يبقى ازاي؟ وهل تتوقع اشراك بعض الصفقات الجديده يعني من بدايه المباراه؟ بصي هقول لك على حاجه، انا عاوز كلمه، انا دائما وابدا عايز باك شمال بيلعب برجله الشمال. مع عمر جابر باك ليفت دي لا انا مش شايف، اولا بتقلل من قدرات الفرقه، بتقلل من قدرات عمر جابر نفسه. مع انه بيأديها بشكل جيد، لكن انا شايف ان محمد حمدي او بنتايك واحد فيهم يبدا باك ليفت، وعمر جابر باك يمين، وشحاته في وسط الملعب. بغض النظر بقى عن التشكيل بقى، انا بقول لك عشان يتقفل دفاعيا يعني يا كابتن. لا غير كده، الثلاث التغييرات دول هيخلوا تيم الزمالك بعون الله. انا مرنتش حتى في الجيش وعارف قدراته كويس قوي، ويمكن انا حضرتك اللي مطلعه كمان يا كابتن. الحمد لله يعني، وجاب جول في الزمالك في الذين يوميا فرحان له يعني. طب فماني، فانت بتتكلمي في عدله الملعب عشان الفرقه ما تبقاش معوجه. فماني، انا النهارده باك رايت عمر جابر، باك ليفت بنتايك او محمد محمود، الراجل هو اللي يقرر حسب حاله محمد الثانية. حمدي وشحاته يشتغل جنب دونجا مع عبد الله السعيد. مظبوط، دول ثلاثي، ده الـ 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 الاساس في التيم. لو انا عملت حاجه غير كده بقى هيبقى فيها شويه قلق.
فاتمنى الراجل يبقى والناس المساعدين اللي معاي يفهمون ان الشحاته ده راجل بوكس تو بوكس. والثلاثه اللي قدام يا كابتن ايه؟ والثلاثه اللي قدام الخط الهجومي. والله بصي طبعا مصطفى شلبي في الشمال او كونراد بقى مش لاتر حسب ما يشوف الراجل وزيزو طبعا في اليمين والجزيري فيروز، يعني ما اعتقدش في تغيير كبير في الحته اللي قدام دي. طب يعني يا كابتن انت مالك التوقعات بقى، عايزين توقعات للمباراه دي. انا عارفه ان انت قلت في البدايه ملهاش توقعات، بس يعني عايزين نقرب كده بنتفائل بيك يعني يا كابتن. والله يا نديم بص انا مش بحب التوقعات لان يعني برضه يقول لك اصل مش عارف ايه وبتاع، فخلينا نقول تمني ان الزمالك ان شاء الله نتمنى الزمالك يؤدي مباراه طيبه. اولا واخيرا المباراه فيها سلوكيات داخل الملعب سواء من اللعيبه او الاجهزه او الجماهير تبقى على مستوى اسم مصر اللي هم بيمثلوا مصر في المملكه العربيه السعوديه اللي بنشكرها طبعا على استضافه هذا اللقاء. اكيد. وبنفس الوقت بنتكلم على سلوكيات داخل الملعب، مش عايزين نشوف المناظر اللي شفناها قبل كده في الامارات، اللعيبه تسلم على بعض، اللي كسبان يقول للخسران هارد لك والخسران يقول للكسبان مبروك. نستمتع باللقاء اداء حلو. صحيح. اقعد ابقى احس ان انا بتفرج على وجبه دسمه كده كرويه فنيه جميله. اخيرا اتمنى طبعا فوز الزمالك ان شاء الله باذن الله بالسوبر، لان ده هيفرق معانا جامد جدا بدايه موسم، وفي نفس الوقت برضو عندنا بعض المشاكل كابتن طارق صوتك يعني الشبكه مش احسن حاجه. اتفضل يا كابتن. فنتمنى ان شاء الله تفوت الزمالك ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. يا رب يا كابتن، يعني كل تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله لفريق نادي الزمالك. بشكرك كابتن طارق على المداخله دي، كابتن طارق يحيى نجم نجوم نادي الزمالك السابق طبعا.